كذلك رسالتنا للشعب الباكستاني، الشعب الباكستاني المسلم بكل أحزابه وبكل فصائله وقواه وهيئاته وطبقاته. نحن نقول أن باكستان لها ثلاث ميزات. الميزة الأولى أنها الدولة المسلمة القوية التي لها جيش قوي، وهي التي تملك السلاح النووي. ليس هناك دولة إسلامية حتى هذه اللحظة تملك هذه القوة العسكرية التي تشكل توازن استراتيجي مع العدو الصهيوني. والميزة الثانية أن الشعب الباكستاني، وباكستان تعتبر هي في موقع الزعامة لهذه الكتلة الإسلامية الضخمة التي تقطن شبه القارة الهندية. نحن نتكلم عن نصف مليار مسلم، هذه أكبر كتلة إسلامية على وجه الأرض تتزعمها باكستان. ولذلك الثقل للباكستان على المستوى الإسلامي هو ثقل كبير جدا، ويمكن أن تقود هذه الكتلة الإسلامية لإحداث توازنات على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي لصالح القضية الفلسطينية. وأما الميزة الثالثة أيضا أن شعب باكستان هو شعب مجاهد. ثم أيضا الباكستان لها قضية شبيهة بقضية فلسطين، إنها قضية كشمير منذ أكثر من 65 عام، وباكستان أيضا على جبهة الدفاع عن هذا الحق الإسلامي الذي تتمسك به جيل وراء جيل. لذلك يعني هذا شعب مجاهد ومتمرس على الجهاد والثورة والمقاومة، ولديه الإمكانيات إن شاء الله أن يساهم أيضا في تعزيز جهاد أهل فلسطين وفي من أجل تحرير بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. لا يسعني في الختام إلا أن أوجه التحية باسم غزة الصامدة، باسم الشعب الفلسطيني، وباسم حماس، وباسم القدس والأقصى، وجه التحية لإخواننا في الجماعة الإسلامية ولقيادتها الراسخة إن شاء الله في العلم وفي الإيمان وفي الجهاد، وللشعب الباكستاني المسلم سائلين الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا لقاء في بيت المقدس في القدس وفي الأقصى المحرر والمطهر، وما ذلك على الله بعزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا